ما عملش حاجة، انا بس كنت بظبط حاجة في المروحة. خلاص هروح اقول للبابا يتصرف معاه. لا لا والنبي. وايه المقابل؟ يعني ايه؟ تديني تليفونك العب بيه ومش هديهولك غير لما اخلص. تليفوني لا لا. تليفونك عندك مانع؟ تليفوني لا. خلاص هروح اقول للبابا اللي انت كسرت المروحة، واقول للبابا موضوع بنت الجيران. لا لا خلاص خد التليفون اهو. طب ما كان من الاول. ها يا استغلالي. بابا. ايه يا ابني؟ الحق في مصيبه حصلت بره. مصيبه ايه؟ سام كسر المروحه. ايه انت بتتكلم جد؟ اطلع له بقى انت يا بابا. يا نهار اسود. الله ينور يا اسطى. وعليك يا ريس. كسرت لي المروحه؟ لا والله يا بابا انا بصلحها بس. ما انا عارف ان انت كنت بتصلحها، وانا كمان هصلحها معاك. تعالى لي.